وللإضاءة على صفات الرئيس الشهيد رفيق الحريري ينضم إلينا في استوديو رئيس جمعية تجار بيروت نقول نحاس شماس. أهلا بك فيك بنشرة الام تي في. أنت كنت من الفريق الاقتصادي للرئيس حريري، فيك تحط هيك شوي بشو تميز المشروع؟ حقيقة أنا ويكبت ما كنت بالفريق الاقتصادي، بس بدي أقول لك أنه مشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري بدنا نذكر شو كان الإطار. لبنان خرج من الحرب سنة التسعين بكلفة تناهز $100 مليار بحسب البنك الدولي، وأنت كنت بحاجة لمشروع مارشال حقيقي مش أنت تقدر تقوم بالبلد، وهذا تحديدا يلي جسده الرئيس الشهيد ووفر مقومات النجاح الثلاثة يلي هن أولا الرؤية الصائبة، بمعنى أنه الهدف السامي كان ضرورة استنهاض الاقتصاد الوطني اللبناني وضخ الروح من جديد في القطاعات الانتاجية. ثانيا كان في عنده خطط عملية وميدانية على المدين القصير والمتوسط، وقدر حقق جزء كبير منه بالرغم من الصعوبات. وثالثا كان عنده فريق العمل. الخطط شو هي؟ هي أولا إعادة الإعمار، وتمكن من خياطة أوصال الوطني اللي كانت تتقطعت خلال الحرب بالداخل ومع الخارج من خلال المطار والمرافق وغيرها. ثانيا من خلال السياسة النقدية يلي هون وضعها مصرف لبنان من أكثر من 20 سنة، وكانت أساسية هيدي لأن لجمت التضخم وحافظت على الاستقرار النقدي وتمكنت من حماية مدخرات وقدرة الشرائية تبع اللبنانيين وحافظت على النمو والقطاع المصرفي. إلى جانب هالشي متذكر أنه المالية العامة كانت بمهب الريح وتمكن من نفط غبار. شو بقى اليوم من هالمشروع؟ اللي بقى اليوم يعني للأسف هو كتير قليل. عدة الشغل كلها راحت، لا عندك لا خطة لا عندك رؤية لا عندك فريق عمل. بالوقت ذاته لبنان خرج من جديد عن الخارطة العالمية اللي عم يقصدك اليوم هن النازحين الفقراء بينما هاجروك السواح الأغنياء. بالوقت ذاته علاقاتنا توترت مع المقررين الاقتصاديين والمؤثرين على لبنان، يلي بقى هو السياسة النقدية بسبب استمرارية مصرف لبنان. بنهاية المطاف بدي أقول لك أنه الاقتصاد اللبناني بعد الرئيس الحريري تهمش وتهشم وصار جدير بجمهورية الموازي اللي نحن عايشين فيها اليوم. شكراً رئيس جمعية تجار بيروت نقول شمس زبطت معك. شكراً.